المواسم والأعياد بتبقى فرصة للمحلات التجارية في إنها تزيد حركة البيع والشراء فيها. أنت شايفة إيه؟ السنة دي هيبقى فيه رواج في الشراء والبيع؟ ممكن تكون الحالة الاقتصادية الحالية وحالة الاضطراب اللي في الشارع تحول دون الرواج ده، ولكن تعالوا نشوف الواقع بيقول لنا إيه. تعالوا نشوف استعدادات المحلات إيه في الكريسماس والأعياد. الأسعار بتاعة الاستعدادات للكريسماس والأعياد رأس السنة الجديدة عاملة إيه السنة دي؟ لا، هي أسعار السنة دي حلوة قوي، وفي متناول أي حد ممكن يجيب شجرة ويعمل شجرة كريسماس في البيت، يعني حد مسلم أو حد مسيحي. يعني الحالة الاقتصادية كده مش مأثرة على حالة؟ هي أكيد الحالة الاقتصادية في الوقت دوت أكيد مأثرة على كل البيوت المصرية، بس أعياد الميلاد والكريسماس ورأس السنة بيبقى ليها ميزانية خاصة، لأن دي حاجة بتيجي بمناسبة واحدة في السنة كلها، فكل البيوت بيبقوا عاملين ميزانية معينة للكريسماس. السنة دي ممكن تبقي عاملة 100 جنيه، 50 جنيه، تبقي عايزة تجيبي شجر كريسماس، فمتناول كل الأسعار في متناول كل الناس. الاحتفال بالكريسماس وراس السنة بنستناه من السنة للسنة، على الرغم من الظروف السياسية الصعبة اللي بنمر بيها، إلا أن احنا في انتظار سنة جديدة مليئة بالتفاؤل والأمل. أجواء الاحتفال احنا اللي هنعملها، شجرة الكريسماس السنة دي هنحط فيها حب الوطن والإخلاص واستقرار لبلدنا. بعد ما شفنا مظاهر الاحتفال وعرفنا ايه الجديد السنة دي في شجرة الكريسماس وهدايا راس السنة، تعالوا نعرف من رانيا ازاي بقى نقدر نحتفل من غير ما نضغط على الميزانية. عشان نحتفل من غير ما نضغط على الميزانية لازم نشوف الميزانية، نشوف جبنا فيك قد ايه، ونحدد نسبة لا يمكن تزيد عن 10%، لان بند الاحتفال والاعياد بنسميه وبنحطه تحت بند الترفيه، ونبتدي نحدد 10% من الميزانية اللي معانا ومش ممكن تزيد عنها، وبعد ما نحددها ننزل نشتري كل اللي احنا عايزينه. وزي ما شفتوا معانا في الاسواق ممكن نكون شجرة ونزينها بأقل الأسعار زي ما انتوا شايفين. وعلشان كده وعايزة افكركم كمان ان الاحتفال قبل ما يكون من الجيب بيكون من القلب. كل سنة وانتم طيبين.